مرحبا علي، خلف كندا بالعراقي. سألوني أصدقاء على موضوع فتح المطارات في كندا، واليوم فقط نزل الخبر أنه كندا مددت حظر الطيران، ليس حظر الطيران وإنما منع دخول الوافدين إلى كندا من الجنسيات الأخرى عدا أمريكا. يعني إذا أنت مو مواطن كندي، مو permanent resident، مقيم دائم في كندا ولست مواطنا أمريكيا، فما يحق لك أن تزور كندا لغاية نهاية الشهر القادم اللي هو يبدأ tomorrow جولاي. فمدوا الحظر لغاية 31 جولاي، لكن هناك استثناءات لعدد من الشرائح. مثلا الطلاب الدوليين مستثنين، الناس اللي عندهم أقارب من الدرجة الأولى أيضا مستثنين من الدخول إلى كندا. الدبلوماسيين طبعا مستثنين من هذا الموضوع. العاملين في حقل الطيران، يعني المضيفين الطيارين وما إلى ذلك، هؤلاء الفئات مستثنين من موضوع الحظر، بإمكانهم القدوم إلى كندا خلال هاي الفترة. طبعا اللي يريد يغادر كندا، أكو طيران مفتوح، يعني ممكن تغادر من كندا، لكن أن تعود لكندا ما مسموح لك. واللي يعود إلى كندا، يعني من الشرائح المسموح له يعود إلى كندا، خلينا نقول يعني citizen permanent resident، ايضا مطلوب منه ان يخضع الى 2 weeks quarantine، يعني حجر صحي لمدة اسبوعين. طبعا ترودو قبل تقريبا اقل من قبل اسبوع تقريبا، يوم 22/6، هو ذكر موضوع القلق من فتح الحدود، يدرسون الحكومة الحدود، لكنه كانت عندهم مخاوف أنه فتح الحدود يعيدهم للمربع الأول وتصاعد حالات الإصابة، وبالتالي يرجعون للوك داون وتداعيات الاقتصادية، فلذلك قرروا أن يتريثون. طبعا هذا يعني يتزامن مع قرار دول الاتحاد الأوروبي فتح الحدود اعتبارا من يوم غدا الأول من جولاي، و هناك 15 دولة مشمولة بأنه مسموح لهم يزورون دول الاتحاد الأوروبي. كندا واحدة من هذه الدول التي مسموح لها أن تزور دول الاتحاد الأوروبي. علي خلف، كندا بالعراقي.